ناس يقرؤون أنفسهم بأكبر من حجمهم. شوف نفسه شنو أكبر من حجمه، دير بالك شوي شوي مو بالك. يقرأ نفسه أكبر من حجمه، يجعل نفسه في موقع أكبر من حجمه، يبالغ في شخصيته، يبالغ الناس. تفاعل الآلاف كما رأينا في العام الماضي وفي هذه السنة مع الأطروحات، لا أقصد أطروحاتي فقط أنا، يعني المنابر الأخرى أيضا، ويكشف عن ذلك مئات الرسائل التي تصلنا في كل يوم من أيام شهر محرم حول الموضوعات من عمان والكويت والعراق وإيران وأوروبا وأمريكا، تفاعل يومي جيد. واحد من جماعتنا الإخوان، أنت واثق من نفسك؟ إيش راح يقول لك؟ طبعاً أنا واثق من نفسي كلش، وبس أنا وبس. لكن هاي الأسئلة ما تعرف، هاي بس أنا وبس، وهاي الكلام هي أسئلة ثلاثة منها غير مباشرة واستفزازية. استفزازية يعني كمثال، أحد هاي الأسئلة تخيل يجيك واحد أثناء الحوار مالتك، أثناء حوار مو كتابة، لأن أنت من ضمن ضعف الثقة بالنفس عندنا. قال يعني معقول 2000 2500 سنة علماء المنطق والفلسفة ما فهموا إلا شنو؟ إلا أنت يجيهم بلي صححت الفكرة الإنسانية لـ2000 سنة. هو يقول وعمره في الثلاثينات، مو عمره ما أدري التسعينات. يقول بلي ما فهموا أنا شنو؟ طبعا أنا فهمت هذا المعنى، فهمت هذا مو معناه أنه أقول وأنا الواقع والحقيقة المطلقة ولا ينبغي لأحد أبدا. يقول هذا اجتهاد، توافقني أهلا ومرحبا، ما توافقنا ماذا؟ وهذا هو الذي أدى بالفكر في الغرب أن يتقدم، ولكنه إحنا فكرنا شنو صار؟ تكلس، توقف، تجمد، بل ذهب القهقرة. ليش؟ لأنه أنت قلت هذني شنو؟ ها؟ مسلمات ضروريات، يعني الطوسي والمفيد والمرتضى والصدوق ما فهموا انت الا انت بني. إذ لم تأتي الدهور بمثله حسنا وبهاء، وانجم طالع من افق الغيوب لم يرى الناظرون ما يدانيه نورا وضياء. هسه دا يمدح منهم مولانا العلامة المجلسي، دي يمدح منه؟ ها؟ لا دي يمدح نفسه مولانا، لأنه هذا الكتاب منه كاتبه مولانا؟ ها؟ ها؟ منه كاتبه مولانا؟ ما كاتبه الجن ولا الملائكة، كاتبه منه؟ هسه الآن بيني وبين الله السيد الحيدري فقاد جملتين هنا ولك. يا أخي هذا ليس ديدن علمائنا، واحد يمدح يا أخي هذا ديدن علمائنا، هذا ديدن علماء ومن حقهم. وأما بنعمة ربك ماذا؟ فحدث. ومن حق العلامة المجلسي يقول الله أعطاني ما لم يعطي ماذا؟ الآخرين. وهذا أصلا تعلمناهم من أئمة أهل البيت، أن أئمة أهل البيت مدحوا أنفسهم أو لا. نعم الفارق أن مدح أئمة أهل البيت حق لا ريب ماذا؟ حق مدح أنفسهم، حق لا ريب فيه. أما إذا أنت مدحت نفسك قلت هذا 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 وهذا اعتقادي، قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. هذا الفرق، مو أنه هذولك لهم الحق وأنت ليس لك الحق، لا. بضاعتكم هذه تريد أن تعرفوها للناس، من حقك أنت. عمي الآن يسوون مصنع مولانا مال كلينس مولانا ويبدأون يمدحوا مولانا، وأنت كاتب علم آل محمد، مو من حقك تمدح تقول هذا فيه ما ليس عند الآخرين. شنو المحذور فيها؟ قال